يقول السائل: شخص مغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد الإقامة أم في بلده الأصلي؟ الأصل أن المغترب أو المقيم في بلد آخر غير بلده الأصلي أنه يخرج الزكاة في البلد الذي هو يقيم فيه أو في بلد الغربة. فإن لم يتيسر له أو كان أهل بلده أحوج جاز له إخراج زكاة الفطر في بلده الذي فيه أهله. وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر؟ أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه. فإذا كان مثلا من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة، ولكن إذا قدر أن من كان خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل. نعم، في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي؟ يعني لو كنت مثلا أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان، قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب، هل يصح مثل هذا؟ يصحها، يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني. نعم، وقلت هذه زكاة فطر وأخرجها في وقتها فلا حرج، لأن المعتبر وصولها إلى الفقير في وصولها وقتها. إلى الفقير. نعم. جزاكم الله خيرا.